حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. ننتقل الآن وياكم إلى اهتمام آخر، حيث نظم مكتب جي بي آر أند بارتنر بالتعاون مع مركز بداية ملتقى المشاريع الأول الذي يجمع رواد الأعمال والشباب وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان بداية التنويع في اقتصاد قطر. نعم، وقد حضر الملتقى الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني وعدد من رجال الأعمال والمحاماة. في خطوة لدعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظم مكتب جي بي اي أند بارتنر وبالتعاون مع مركز بداية ملتقى المشاريع الأول، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني أفكارهم وتمويل مشاريعهم وتطويرها. وقد حضر الملتقى الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيس إنجاز قطر وعدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية الحكومية والخاصة. في ملتقى المشاريع الأول، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، احنا هنا حاولنا نربط أصحاب المشاريع مع رجال الأعمال في دولة قطر، ومن بعض الحضور عندنا بقطر للتنمية، عندنا غرفة قطر للتجارة والصناعة، وحاولنا بعد غير هاي نجمعهم مع ناس مثلا الميرة عشان ممكن يعرضون منتجاتهم في جمعيات قطر. فحاولنا نربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجتمع بحيث ان نقدر نشوفها في المجتمع القطري، ونحب بعد غير هاي ننوع في المشاريع الصغيرة، وإن شاء الله نشوف الشباب يكونون قدوة وفخر لهاي البلد. جات فكرة الملتقى مع مركز بداية. مركز بداية طبعا عنده مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع اللي عندهم أفكار لكن ما يعرفون من وين يبدون، فيروحون مركز بداية يعرفون شلون يسوون خطط عمل، دراسات جدوى لمشاريعهم، كيف يبلورون فكرتهم. فالملتقى هذا هدفه أن نجمع كل اللي له بيفيد الملتقى وبيفيد أصحاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في مكان واحد. وقد تناول الملتقى مواضيع عدة في كيفية تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المستخدمة في المشاريع المتنوعة. مشروعنا طبعاً هو برنامج على الآيفون وعلى الأندرويد طبعاً. شوبينج أونلاين، يعني الإنسان يقدر يتقضى أغراضه وهو قاعد في البيت. الطريقة أن تنزل البرنامج على تليفونك وتختار المنطقة اللي فيها وتحط تفاصيل العنوان والسكن، تطلب أغراضك، تجيك المحل يستقبل الطلب مالك على طول، يجمع أغراضك يحطها في سيارته ويوصلها لك للبيت. يعد الملتقى أحد أهم الخطوات التي تساهم في دعم العجلة الاقتصادية التي تعتمد على قدرات الشباب، وذلك بإفساح المجال أمامهم وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات والوعي الاقتصادي والتجاري، وأن يكونوا جزءاً من عملية التنوع والتطور الاقتصادي لدولة قطر. وفي الشأن الصحي، انطلقت صباح الخميس بفندق أوركس روتانا أعمال المؤتمر العربي لمرض السكري الذي تنظمه شركة معرفة بالشراكة مع الجمعية القطرية للسكري وتحت رعاية المجلس الأعلى للصحة. نعم، يجمع المؤتمر أبرز الخبراء والمختصين وصانعي القرار في المنطقة، وذلك لتبادل الآراء ومناقشة أهم التحديات والحلول للتعامل مع داء السكري. يشكل مرض السكري تحدياً متزايداً للقطاع الصحي في المنطقة العربية بعامة والخليج العربي بخاصة، ويمثل هذا التحدي محور البحث في المؤتمر العربي لمرض السكري الذي تستضيفه الدوحة على مدى 3 أيام. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة في إطار الجهود التي تبذلها بلادنا للوصول إلى أنجع السبل للتعامل مع هذا المرض.
الحمد لله في دولة قطر يعني بالنسبة للسكري عندنا إن شاء الله استراتيجية قريبا تخرج لمرض السكري إن شاء الله، وتهدف إن شاء الله إلى توعية المجتمع بشكل أفضل عنا، وأيضا تقديم أفضل خدمات لهذا المرض. اليوم كوكبة من العلماء موجودة معنا، ونتناقش إن شاء الله في أحدث الأشياء اللي لها علاقة فيها السكر، وتأثير أيضا العمليات الجراحية على تقليل السكر، أيضا ندرس فائدتها بالضبط اللي تقدم لهذا الموضوع، أيضا كيف توصيل الأدوية لجميع المرضى والأدوية الحديثة اللي قادمة اليوم مثل الإبر الطويلة المدى للسكر اللي تخلي واحد لمدة أسبوع يمكن ما يحتاج أخذ أي حاجة ثانية. مواضيع كثيرة، وتفخر قطر أنها دائما تحتضن هذه المؤتمرات المهمة إن شاء الله تفيد للبشرية جمعاء إن شاء الله. ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء العالميين لمناقشة الإجراءات الوقائية ضد السكري وتحسين طرق علاجه، وذلك بغية الحد من زيادة انتشار المرض بين الأفراد في دول المنطقة كافة. الميزة في هذا المؤتمر بالذات الذي يعني تم عقده في دول قطر هو جمع بين أصحاب القرار اللي هم القرار بهم يتعلق بداء السكري، وبين أيضا بالإضافة إلى الجهات الصحية. وما في شك أنه جمع هؤلاء ما في شك أنه سيثري هذا المؤتمر بالخروج بتوصيات تكون في سبيل مكافحة داء السكري في المنطقة. وقد شهد المؤتمر تكريم الشخصيات التي ساهمت في إثراء الجلسات من خلال البحوث العلمية والمحاضرات المهمة التي ناقشت التحديات والحلول لتعزيز الوقاية والعلاج من داء السكري. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، الساعة 8 برنامج حياكم في سواق مباشرة على قناة الريان، والساعة 9 إن شاء الله برنامج السنيار بعد مباشرة على قناة الريان. تمسون على خير. في أمان الله. في أمان الله.